السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة 17 من مسلسل المختفي. الله يرحم لكم الوالدين وييسر أمركم ويكتب عليكم مكاتب الخير يا ربي. تابوناو في القناة عندنا وفرحونا بالاشتراكات ديالكم. غتلقاو الزر ديال الاشتراك راه حدا السمية ديال القناة اللي هي يانا عالي. بالنسبة للحلقة ديالنا فغادي نكتشفوا بأنه كريم غادي يخلق بزاف ديال المشاكل في وسط الفيلا بحجة بأنه راه هو الابن ديال عالي. مازال غادي نشوفوا بأنه حتى من زبيدة غادي دير واحد الخطة باش أنها تستولي على كاع الممتلكات ديال زينب، وغادي نشوفوا الطريقة اللي غادي دير باش غادي تولي كتحكم هي في الجريدة الإلكترونية. مازال غادي نشوفوا حتى القضيه ديال فرح اللي هي الوحيده اللي غادي تعتق زينب من المأزق ديال السجن انها داخله غير مظلومه، وكاينين بزاف ديال الحوايج اخرين. وحتى سهام غادي نشوفوها العلاقه ديالها مع خالد وشنو هي الحقيقه اللي غادي تزيد تكتشفها سهام من بعد على خالد. مرحبا بكم ونبداو دابا في الحلقه. بالنسبه القصه ديال كريم اللي هو الابن ديال عالي، فغادي نشوفوا بانه غادي يبقى ديما يجبد المشاكل في الدار حتى لواحد النهار اللي بصح كريم غادي يكونوا والديه مناقشين، يعني غتكون غيتا وغادي تكون يكون حتى عالي بدا بزين. هنا في هاد الوقيته كريم غادي يخبي الدواء ديال صباح وغادي يخليها حتى غادي تجيها كريز وغادي تسخف، حيت ما غاديش تلقى الدواء تشربو غادي تسخف. غادي يمشي هو يعيط على والديها يقول لها راه صباح ما عرفتش مالها شنو طاري. غادي بصح غادي يهزوها غادي ينقلوها نيشان للسبيطار. غيتا مع النيه ديالها والتعامل ديالها الطيب مع كريم ما غادي ديما تجيب في الاول، ولكن من بعد ملي غادي تفيق صباح غادي تحس صباح بلي بصح هادشي طرا ليها راه متعمد، وبلي راه صباح هي اللي قالت لكريم الا مشات حتى غفلات عليها الدواء هذا ملي غادي تديني كريز وما غنشربوش غادي نسخف. فهنايا غيتا غادا تحضر بالها وغادا دير اطونسيون لكريم، حيت بصح راه ولا صعيب خصوصا الوقيتة اللي كانت كتراجع معاه وقالت لي هادشي راه ما تقدرش تكون درتيه انت، جمع كتبته وزاد ودار فيها تقلق وعزته نفسي. فمازال غادي نكتشفوا بانه عالي غادي تحصلوا غيتا باللي راه كيخونها مع صوفيا، وهادشي كامل غادي ترد ليه البال حيت بصح عالي التصرفات ديالو تبدلوا، وخصوصا انه ديما كيدافع على صوفيا بانها راه كتجري مزيان لا راه غير طرا ليها مشكل نهار الامتحان وباللي راه كامل هو اللي ما يسواش. والكلمه الوحيده اللي فيقات غيتا هي ديال باش قالت ليه انا غادي نتريني بيه وغادي ندفع فيه لقدام، عالي تعصب وقال لها لا تزوجي بيه حسن. هاد الكلمه ضراتها في بالها بزاف. اما بالنسبه لزبيده فغادي يكتشفوا انها غتقلب على شي حل باش انها تولي تحكم في سير تي في اللي هي الجريده الالكترونيه ديالها ديال زينب. فغنكتشفوا بانه كيف ما قال ليها بلال باللي راه خاصنا بزاف ديال الكونترات بزاف ديال لي فاكتور خاص تسني عليهم زينب باش انهم يدوزو ونكملوا الاجراءات ديالنا القانونيه، وركز ليه هو على القانونيه. شنو غادي دير زبيده؟ غادي تشد من عنده الوراق وتقول ليه اراهم ليا انا غادي نديهم لها الحبس باش تسنيهم وتقول كلشي موجود. فغادي نكتشفوا انها ما غاداش تدي الوراق لزينب واللي هي اللي غادي تسيني داكشي، يعني غادي تلقى السينياتور ديال زينب في احدى الاوراق اللي كاينين عندها في الفيلا، وغادي تشد نفس السينياتور غادي تبدا ديرها هي، وغادي نشوفوا بانه ما غيدو ما غيجيبو في الاول. ولكن مازال غادي نكتشفوا باللي فرح غادي تمشي عند زينب وغادي تقول لها علاش عطيتي الحق لزبيده تسيني على الوراق حتى راه ولات كتحكم في الداخله والخارجه وكل شيء. هنا زينب بغات تقرص وتقول لي على اين وراق، انا ما عمرها جات لعندي، جات عندي مره واحده بدات كتهددني بولدي باللي راه ما غاديش يبدا يشوفك وهادي، وراه هي اللي خلقت لي الصداع حتى ولاو تيجي وتيقلبوا على التليفون اللي كاين، وبسبب دوز السجن الانفرادي ما نسمحش ليها والله ياخذ فيها الحق خليتها منها اللي خلقها. انا غنشوفوا فرح باللي فهمات شنو طاري ولكن ما بغاتش تقول لزينب كلشي، خلات داكشي حتى من بعد. بغيت نوصل لكم باللي فرح النهار اللي كانت دخلات المكتب ديال بلال عرفت بزاف ديال الحقائق والادله اللي كيتبتو بان بلال عنده محادثات وعنده تواصل مع مهدي واخا هو مختفي لحد الساعه. فهادشي اللي غادي نشوف ان فرح غادي تبقى تجمع الملف ديالها ورقه على ورقه ورقه على ورقه، حتى غادي نشوفوا في الاخير بانها غادي اللي عندها بزاف ديال الادله في القضيه ديال زينب اللي كتبت بانه تقدر تكون الجثه ماشي ديال المهدي بانما تكون ديال شي حد اخر. فغادي تبدا تدون هادشي في الجريده ديالهم، وهادشي هذا ما كانش رد ليه بلال في الاول، ولكن من بعد ما دار هادشي ضجه صافي السيد واخا غيبغي يصلح هادشي ولي جري على فرح هادشي غير يزيد ياكد داكشي اللي مكتوب. فهنايا غادي يبدا بلال يتحس براسو مزير اكثر
وما غاديش يبقى واخد الراحة ديالو في هذا الموضوع هذا، ولكن هو مغزف على فرح من هذا الجانب. اما بالنسبة المسألة ديال سيهان، فغادي يكتشفوا انها غادي تكون عايشة حياة سعيدة هي وخالد، حيت بصح خالد كيبغيها، غير هو ما فهماتوش في الفترة الاولانية اللي كانوا اعترف ليها وقال ليها بلي راه صحباتكم اللي عطاوني الفلوس باش نجي لهنايا ونخرجك من هذيك الحالة ديال الاكتئاب اللي كنتي فيها. فمازال غادي يكتشفوا بانه سهام رجعت هي وخالد في العلاقة كيف كانوا قبل، وحسن كاع بداو كيخرجوا يمشيو للريستو، يمشيو للسينما، يديروا لي زاكتيفيتي وبزاف ديال الحوايجات اخرين. وهنا فين غادي يشوفوا بانه خالد ما طامعش في السيدة كاع، ما طامع لا لا فلوس لا والو، وبالعكس وما واخدين راحتهم كتر. فمازال غنكتشفوا بانه سهام واحد الوقيته ملي غادا تخرج زين من الحبس بعدم اثبات ملي ما تبقاش مثبوتة عليها باللي هي اللي قاتلها، حيت غادي تكون جوج ماشي ديال المهدي. فغنكتشفوا بانه المحامي ديال سهام غيدير خدمته وغادي يخرج اي خرج زينب من هاد المأزق هذا، بحكم انه ما عندهمش شي دليل قاطع اللي كيتبت باللي راها هي اللي دايره الفعله. فغادي يشوفوا بانه زينب اللي غادي تخرج من الحبس غادي تنصحها باش انها تبعد من خالد، خصوصا وغادي تقول لها ما تنسيش باللي هادو راه صحاباتك اللي جايبينه، وكيف باعك المره الاولى يقدر يبيعك المره الثانيه، وانت راكي عارفه صحاباتنا كيفاش دايرين، انا في الحبس انت الوحيده اللي تكلفتي بالقضيه ديالي، اما راه كل وحده فيهم وعاشت حياتها ونساوني كاع انا واش كاينه ولا ما كايناش. هنا فين غادي سهام غادي تقول اه بصح عندها الحق، حيت بصح قلبوا عليها وما بقاوش كيسولوا فيها كيف كانوا شحال هادي. فمازال غادي نشوفوا بانه سهام غدت تبعد من خالد وما بقاتش كاع باغا تدخل في شي غولاسيون ولا تكون مع شي حد، خصوصا انها كتحس براسها غير كتضيع الوقت وهي مع خالد. فهنا فينا نشوفوا بانها بدات باغا تضيع الوقت في خدمتها، باغا تكونسونطرا اكثر على الخدمه ديالها. وهنا فينا غنشوفوا بانها غتبقى ديما تتلاقى بسمير، حيت هو اللي هز الحمل ديال الشركه، ولد عمها. فهنا ولد عمها ديما كيتعامل معاها بطريقه زوينه، ديما كيحترمها، ديما تيقول لها كلمات اللي هما زوينين. كانت سهام كترد البال لهذا الشيء، ولكن هي كانت في علاقات اخرين داكشي علاش ما كانتش كتركز مع سمير. ولكن في هذه الفتره هذه تولي تركز مزيان، حيت بحال عاد تحلوا ليها العينين بصح، ولات كتشوف بصح شكون اللي كيبغيها وشكون اللي ما كيبغيهاش. الاهتمام ديال سمير جا في واحد الوقيته اللي بصح سهام كانت محتاجه لشي حد اللي يوقف في جنبها ويعوض على اي حاجه فاتت قبل، حيت كما كنعرفوا بلي سهام عندها مشكل عاطفي، ما تربتش مع والديها، مشاو وهي باقا صغيره، داكشي علاش كنشوفوا بانه ما عندهاش خبره في الشركه ديال الوزين ديال لي شوسيغ عفوا دي هما الصبابط. ملي كنكون كنهضر بالعربيه واحد المده الفرنسي ما كتشدش ليا، ملي كندوي فرنسي بزاف العربيه كتزهق ليا، ولكن انا المهم وليت كنحيد الفرنسي من بالي، حيت بصح ما كتعنيني حتى شي حاجه من غير نقضي بها الاغراض ديالي وفقط. المهم هادو غيكونوا من اهم الاحداث اللي غادي يكون ان شاء الله في هذه الحلقه هذه. ما تنساوش تعرفوكم تفعلوا زر الجرس في حاله ما كنتم مشتركين، الا كنتم ما مشتركينش اشتركوا في القناه الله ييسر امركم والله يفرحكم، واللي كيقرا الله ينجحوا هذا العام مع هاد الاضرابات وهذا الشيء. بزاف ديال الناس ولا كيدخل معاهم ستريس، خصوصا الناس الجهوي الوطني واللي عندهم شي وليدات كيقراو، الله ييسر امور لاي واحد، وان شاء الله الفرحه تعم على الجميع ان شاء الله، وهذا مكانه بسلامه.